تابعت ويانا شوط الشلفة، والشلفة ذهب مع الغربية، الأهل الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة مالك الصغير بن محمد بن سيف المنصوري وتحت لواء الإعصار الغربي. ها هي انطلاقة أيضا شوط الخنجر، شوط الخنجر المفتوح للقايا الجعادين، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط برزان للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شاهين للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري، وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث، ناخذ اللي في المركز الثالث مشاكل للسيد علي بن خليفة الرميذي، لكن يحصل تغيير على المركز الثالث إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. زاهي للسيد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري باحث عن الرمز الثاني في هذا المساء، والسلامات إلى هالي الغربية. بدأ يتسلل، بدأ يندفع إلى مقدمة هذا الشوط. المركز نشوف اللي في المركز الرابع، ناخذ اللي في المركز الرابع، وفي المركز الرابع مشاكس للسيد راشد بن علي بن خليفة الرميذي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس السباح للسيد محمد بن مبارك بن يريو المنصوري. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى زاهي وهو يزهو على مقدمة هذا الشوط مع شوط الرمز، مع شوط الخنجر. تنتظر الخنجر، هذا الشعار يعرف طريقه إلى الرموز، دائما مع الرموز. هذا الشعار، شعار الإعصار الغربي على ظهر زاهي للسيد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري. المركز الثاني، المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني برزان للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري على المركز الثاني، باحث عن الرمز، باحث عن الناموسي في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، شاهين مع السندباد القطري صالح بن حمد بن قمرة النابت بقيادة المضمر حمد بن محمد بن سالم بن يهويل. ننتقل إلى مشاكس مع رئيس الهجانة راشد بن علي بن خليفة الرميذي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع السباح ويسبح في عمق هذا الميدان للسيد محمد بن مبارك بن يريو المنصوري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ونحن ننتظر أسامي أيضا قادمة للمنافسة مع الخمس الأوائل إلى مقدمة هذا الشوط، مع شوط الخنجر، مع شوط الرمز للقايا الجعادين المفتوحة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى زاهي وهو يزهو على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن الصغير بن محمد بن سيف المنصوري الذي افتتح الرمز في هذا المساء مع الغربية، وإلى هالي الغربية، وإلى هالي بينونة مع هذا الشعار، مع هذا المالك محمد بن الصغير بن محمد بن سيف المنصوري على مقدمة هذا الشوط برزان. في المركز الثاني للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي أيضا باحث عن الخنجر، يبى يهدي الخنجر إلى هالي معذر في دولة قطر. يا السلام على هذا الأداء، الأداء المتميز. أرى اللي في المركز الثالث للساعة قادم للسيد حمد بن نافع الشدي المنصوري، وفي المركز الرابع من الجانب الثاني نشوف المركز الخامس، المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن بطي بن محمد الغفلي المهندس والمحلل، قادم
قدوم غوي مع شاهين يبا يقتحم أيضا الرموز مع هذا الشعار مع شاهين. نرجع إلى زاهي زاهي وهو زاهي على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد، لكن التغيير على المقدمة. أرى السباح بدأ يسبح في عمق الميدان مع الخنجر. يا السلام على هذه السباحة على هذا الأداء، سباحة رياضية حركات رياضية في هذا المساء، مساء الرموز لسن اللقاية. ها هو السباح على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن مبارك بن يريو المنصوري مع السباح على مقدمة هذا الشوط. يا سلام على هذا الأداء، والعصا لا زالت والأبطان والركض الغاي. يا سلام يا سلام على السباح، بدأ يغادر بالخنجر إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إلى أهالي الوذبة على هذا الأداء الجميل على هذا الأداء المتميز. يا سلام، لكن أرى السندباد الغطري، السندباد الغطري خادم أيضا خادم مع شاهين، لكن مجد من الجانب. يا سلام، هنا هنا زاهي في المركز الثاني للسيد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري ومجد، ولكن الغشمري الغشمري للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري. يلا يا رجل المفاجآت، اليوم ما شيء غشمرة، اليوم انتزاع الرموز، اليوم التحدي، ونحن في ميدان التحدي. ها هو السباح لا زال يسبح بيدينه الهنتين على مقدمة هذا الشوط، يحرك يحرك يدور يدينه وريوله على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا السباح، السباح يسبح إلى الفوز، إلى التتويج، إلى الخنجر، إلى السلامات، وإنتاج محمية مرقم من سلالة شاهين الملقب بشاهين دقاش، شاهين هجن العاصمة، يفرض نفسه بهذه السلالة المميزة مع السباح. يا سلام يا السباح، بنقول بنقول سلام ولا لا؟ على العموم نحن نقترب من خط النهاية والسباح يقترب. سلام سلام عليكم يا أهل الوذبة، واسعد الله مساك يا بني ريو على انتزاع الخنجر من هذا المهرجان المتميز. تهانينا من الأعماق للسيد بني ريو المركز الثاني الغشمري للسيد مبارك بن محمد بن نصر العامري المركز الثالث. المركز الثالث زاهي للسيد محمد بن الصغير المنصوري، وفي المركز الرابع المركز الرابع الذي وصل في المركز الرابع النايف للسيد حمد بن محمد بن مسفر اليامي، وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن بطي بن محمد الغفلي. هذه النتيجة، وشاهدت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، شاهدت السباح وهو يسبح بالخنجر إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إلى أهالي الوذبة. ها هو السباح ساعة وصوله واحتلاله المركز الأول وانتزاع الرمز بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. هادنا إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة إلى أهالي الوثبة بهذا الأداء الجميل، بهذا العرض الطيب الذي قدمه في هذا المهرجان، المهرجان المتميز، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وها هو السباح ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، وهو منتزع الخنجر في زمن وقدره 7 دقائق و35 ثانية واربع اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن مبارك بن يريو بن محمد المنصوري، والذي وصل في المركز الثاني. الغشمري وصل في المركز الثاني قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 35 ثانية وتسع اجزاء من الثانية. تهانينا من الاعماق للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري، والذي وصل في المركز الثالث. زاهي وصل في المركز الثالث قاطع مسافة 5 كيلومتر في زمن وقدره 7 دقائق 36 ثانية بالوفاء التمام. تهانينا للسيد محمد بن الصغير بن محمد
المنصوري. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في الشوط المفتوح للقاية الجعادية.